طبعا الجرائم الاقتصادية، وهي هنا أقصد بها عمليات الفساد، من أخطر الجرائم على بنية الدولة وعلى بقاء المجتمع وعلى استقرار المجتمع. لذلك فإن يعني الاهتمام بهذا الجانب أو إيلائه أهمية خاصة بالنسبة للنائب العام، أعتقد أنه يجب أن يكون أهميته أكثر من أي جرائم أخرى. يجب أن يكون هناك قسم خاص أو مكتب خاص بهذه الجرائم، متابعتها وعدم التفريط فيها أو عدم حتى الإبطاء في النظر فيها. هذا من جانب. الجانب بالنسبة للمنطقة الشرقية، أعتقد بأن كل المصروفات التي تصرفها حكومة الثني ومجلس النواب كلها تصدر من مصرف ليبيا المركزي، وأي مصروفات تخرج من مصرف ليبيا المركزي فإن الديوان سيكون على علم كامل بها. ربما لا يكون لديه معلومات عن أوجه الصرف أو كيف صرفت هذه المبالغ، ولكنه يعلم جيدا حجم الإنفاق الذي تنفقه حكومة الثني وينفقه خليفة حفتر وميليشياته. نعم. وتنفقه لذلك وضع هو رقم 21 مليار ذكر في خلال سنتين. أعتقد بأن المبلغ أكبر من ذلك. نعم. بكثير. وأعتقد بأن الديوان لم يركز في هذا الجانب، وهذا تعتبر نقطة ضعف في تقرير ديوان المحاسبة، أنه اهتم بالمنطقة الغربية. اهتم بالمنطقة الغربية لماذا؟ لأن المنطقة الغربية هناك بنية مؤسساتية بالرغم من ضعفها، لكن توجد بنية مؤسساتية ويوجد يعني ميزانيات وتوجد إدارات تقوم بالتعامل مع ديوان المحاسبة وتقوم بإحالة ميزانياتها إلى ديوان المحاسبة. أما في المنطقة الشرقية فكل شيء مغيب وكل شيء لا يرد، ولا توجد بنية مؤسساتية حقيقية. نعم. في المنطقة الشرقية. مع ذلك تقرير ديوان المحاسبة يستطيع الحصول على المعلومات خاصة بالمبالغ التي صرفت لحكومة الثني وما يتبعها من مؤسسات. أيضا يستطيع الحصول على معلومات عن أي يعني مواد أخرى يتم. نعم. استيرادها أو استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة الشرقية. كل هذا أعتقد أن ديوان المحاسبة بإمكانه أن يوفر معلومات عن هذا الجانب، خاصة أنه قام في من خلال تقريره بالقيام بتحقيقات. يعني عندما تحدث عن الاجتماع الذي حدث في مصرف ليبيا المركزي وحديثه عن العائلات والتجار الذين وضعوا القرار 363، لا أعتقد بأن هناك أن مصرف ليبيا المركزي أرسل مراسلة إلى ديوان المحاسبة أطلعوا على هذا الاجتماع، وإنما جاء هذا نتيجة تحقيقات ونتيجة يعني جهود من ديوان المحاسبة للحصول على المعلومات في هذا الشأن. فلماذا لا يبذل الديوان نفس هذه الجهود وهذه التحقيقات للحصول. نعم. على معلومات عن الإهدار وعن الصرف الكبير الذي يجري في المنطقة الشرقية، خاصة أن هناك حرب دائرة وأن هناك أسلحة تورد وأن هناك مطارات تجدد وقواعد عسكرية تنشأ وطائرات تقصف. أكيد يعني بالتأكيد هناك يعني حجم صرف كبير جدا. نعم. ولكن ديوان المحاسبة للأسف لم يكن يعني لم يقم بواجبه في هذا الشأن بشكل صحيح. طيب.